أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، ما زلنا في عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة في مواسم الحج على قبائل العرب. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على كندة، قبيلة اسمها كندة، أخرج أبو نعيم في الدلائل، دلائل يعني دلائل النبوة، أخرج أبو نعيم في الدلائل أيضا من طريق الواقدي، قال حدثني محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت عن ابن رومان وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما رضي الله عنهم، قالوا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كندة في منازلهم، يعني في أماكن نزلهم في الأسواق ومواسم الحج، فلم يأتي حيا من العرب كان ألين منهم، فلما رأى لينهم وقوة جبههم، يعني قوة منطقهم واستقبالهم، فلما رأى لينهم وقوة جبههم له جعل يكلمهم ويقول: أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم، فإن أظهر فأنتم بالخيار، يعني إن شئتم اتبعتموني وإن شئتم ألا تتبعوا. كانت الدعوة الأول على الإيه؟ على المنع. فقال عامتهم: ما أحسن هذا القول، ولكننا نعبد ما كان يعبد آباؤنا، يعني لم يقبلوا التوحيد. قال أصغر القوم: يا قوم اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تسبقوا إليه، فوالله إن أهل الكتاب لا يحدثون أن نبيا يخرج من الحرم قد أظل زمانه، يعني حان وقت خروجه صلى الله عليه وسلم، وكان في القوم إنسان أعور، فقال: أمسكوا علي. أخرجته عشيرته وتؤونه، يعني قوم لم يقبلوه وأنتم تقبلونه، أنتم تحملون حرب العرب قاطبة، يعني حمايتكم لهذا الرجل واتباعكم له تحاربون العرب. لا، ثم لا، فانصرف عنهم حزينا، فانصرف القوم إلى قومهم فخبروهم، فقال رجل من اليهود: والله إنكم مخطئون بخطئكم، يعني بعدم اتباعكم له، لو سبقتم إلى هذا الرجل لستم العرب. اللي بيتكلم واحد إيه؟ واحد يهودي. ونحن نجد صفته في كتابنا. فوصفه القوم الذين رأوه كل ذلك يصدقونه بما يصف من صفته، ثم قال: نجد مخرجه بمكة ودار هجرته يثرب، فأجمع القوم ليوافوه في الموسم قابلا، فحبسهم سيد لهم عن حج تلك السنة فلم يوافي أحد منهم، فمات اليهودي فسمع عند موته أو فسمع عند موته يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، يعني هذا الرجل يهودي أسلم وآمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على بني كعب. أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن عبد الرحمن العامري عن أشياخ من قومه قالوا: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بسوق عكاظ، فقال: ممن القوم؟ قلنا: من بني عامر بن صعصع. قال: من أي بني عامر؟ قلنا: بنو كعب بن ربيعة. قال: كيف المنعة فيكم؟ كيف المنعة؟ يعني قوة الحماية لمن يطلبها، يعني قوة حمايتكم لمن يطلب حمايتكم. قال: كيف المنعة فيكم؟ قلنا: لا يرام ما قبلنا، يعني لا يقصد ولا ينال، اللي عندنا محمي، ولا يصطلى بنارنا، يعني عندنا شجاعة وشجعان لا يطقهم أحد، يعني لا يتحملهم. نعم. قال: فقال لهم: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتيتكم تمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي ولم أكره أحدا منكم على شيء، يعني بس فقط تمنعوني،
ولا أكره أحد منكم على يعني اتباعي. قالوا: ومن أي قريش أنت؟ قال: من بني عبد المطلب. قالوا: فأين أنت من بني عبد مناف؟ قال: هم أول من كذبني وطردني. يعني ما دعتهمش ليه، فقال لهم ده كذبوني. قالوا: ولكننا لا نطردك ولا نؤمن بك ونمنعك حتى تبلغ رسالة ربك. قال: فنزل إليهم والقوم يتسوقون، يعني يبيعون ويشترون، إذ أتاهم بحيرة بن فراس القشيري. فقال: من هذا الذي أراه عندكم؟ أنكره، يعني مش عارفه، مش شكله مش مألوف، لا أعرفه يعني. قالوا: محمد بن عبد الله القرشي. قال: ما لكم وله؟ قالوا: زعم لنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه. قال: فماذا رددتم عليه؟ قالوا: قلنا في الرحب والسعة، في الرحب والسعة، يعني أهلا وسهلا ومرحبا، نخرجك إلى بلادنا ونمنعك مما نمنع به أنفسنا. قال: بيحرة، اسمه بيحرة غير بحيرة، بيحرة، ما أعلم أحدا من أهل هذه السوق يرجع بشيء أشر من شيء ترجعون به. بدأتم لتنابذ الناس، يعني بدأتم بحرب الناس، بدأتم بحرب الناس، وترميكم العرب عن قوس واحدة، يعني يتفق على عداوتكم. كلمة رمته العرب عن قوس واحدة يعني أجمعوا على عداوته. نعم. وترميكم العرب عن قوس واحدة، قومه أعلم به، لو آنسوا منه خيرا لكانوا أسعد الناس به. تعمدون إلى رهيق، يا سلام، نسأل الله العفو والعافية، اللهم صل على سيدنا محمد. يصف النبي عليه الصلاة والسلام بالسفه، كلمة الرهيق اللي هو السفيه، ولذلك جاء من المراهق اللي هو ايه، ما اكتملش عقله لسه، فيعني فيه شوية سفه، يقول لك ده في سن المراهقة يعني عنده شيء من السفه. فتعمدون إلى رهيق، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسفه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعقل العقلاء. شوفوا يا جماعة النبي تعب قد ايه وتحمل من الأذى. تعمدون إلى رهيق قوم قد طرده قومه وكذبوه فتؤونه وتنصرونه، فبئس الرأي رأيتم. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم فالحق بقومك، فوالله لولا أنك عند قومي لضربت عنقك، صلى الله عليه وسلم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناقته فركبها، فغمز الخبيث بيحرة شاكلتها، يعني الخاصرة اللي هي أسفل البطن، جانبي البطن كده من أسفل، فغمز الخبيث بيحرة شاكلتها فقمصت برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وثبت ونفرت، يعني عملت قفزة كده، فألقته، يعني الناقة قلبت النبي صلى الله عليه وسلم. وعند بني عامر يومئذ ضباعة بنت عامر بن قرط كانت من النسوة التي أسلمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، جاءت زائرة إلى بني عمها فقالت: يا آل عامر، ولا عامر لي، أيصنع هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللي حضرت المشهد ده واحدة مسلمة اسمها ضباعة بنت عامر، فبتقول لهم يعني: يا آل عامر، ولا عامر لي، أيصنع هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم لا يمنعه أحد منكم؟ فقام ثلاثة نفر من بني عمها إلى بيحرة، واثنين أعاناه، قاموا على بيحرة واثنين معامل اللي هم كانوا فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلد به الأرض، يعني رمى به في الأرض، ثم جلس على صدره، ثم علوا وجوههم لطما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك على هؤلاء ولعن هؤلاء. قال: فأسلم الثلاثة الذين نصروه فقتلوا شهداء، وهلك الآخرون لعنا. واسم الاثنين الذين نصر بيحرة ابن فراس
حزن بن عبد الله ومعاوية ابن عبادة اللي هم ساعدوا على يعني إيقاع النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهر ناقته. وأما الثلاثة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغطريف وغطفان ابن سهل وعروة بن عبد الله. وأخرجه الحافظ بن سعيد، الحافظ سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي في مغازيه عن أبيه كما في البداية. وعند ابن إسحاق عن الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. النبي كان يعرض نفسه على القبائل، من يمنعني، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فقال له رجل منهم يقال له بيحرة ابن فراس، والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يبقى في طمع هنا، العملية مش لله، يبقى عايز مكان، بيدور على مكانه. قال الأمر لله يضعه حيث يشاء، السيادة لله، الملك لله. قال فقال له أفنهدف نحورنا للعرب، يعني نجعل نحورنا هدفا للعرب، كناية عن أن هيحصل قتال. قال له أفنهدف نحورنا للعرب دونك، يعني في الدفاع عنك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. فلما صدر الناس، معنى صدر الناس يعني رجع الناس، فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا، بيحكوا للكبير بتاعهم يعني، جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب، يعني هو من قريش وجده عبد المطلب، يزعم أنه نبي يدعون إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. قال فوضع الشيخ يده على رأسه، يعني كناية على إن الموضوع كبير وفي حاجة خير كبير فاتهم يعني. ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف، يعني نقدر نتدارك هذا الأمر، ممكن نتدارك الموضوع ده ولا خلاص فاتنا؟ يا بني عامر هل لها من تلاف، هل لذناباها من مطلب؟ هل لذناباها من مطلب يعني ايه؟ ذنب الطائر، كلمة ذناب جاية من ذنب الطائر، والمطلب اللي هو ايه يعني يطلب الشيء مرة بعد مرة، يعني كناية عن ان الموضوع كبير خطير. والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، يعني دي نبوة مش هزار، وإنها لحق فأين رأيكم كان عنكم، يعني فين عقولكم كانت لما تركتموه كذا في البداية. ذكره الحافظ أبو نعيم عن ابن إسحاق عن الزهري من قوله فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم إلى آخره. وأخرج ابن إسحاق أيضا عن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم أتى كندة في منازلهم وفيهم سيد يقال له مليح فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه، يعني يا سعد يا هنال ليقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل رسالته ويمنع النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع رسالة النبي ويمنع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا من الذين يتقبلون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعة سنته والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وشريعته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.